الخوف من اتساع دائرة العنف في الشارع المصري كما رأى البعض هو ما دفع النائب العام لإصدار بيان نشد فيه المواطنين التحفظ على مرتكب الجرائم وتسليمهم إلى أقرب مأمور ضبط قضائي تفعيلا للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، دعوة كانت كفيلة بأن تزيد المشهد احتقانا. شباب التيارات المعارضة المتهمة بالتخريب وإثارة الشغب اعتبروا أن تلك الدعوة ستقود إلى حرب أهلية. احنا أول دولة في التاريخ تدي الحق للناس إن هم يديروا حرب أهلية بالقانون. وقد وصفت آراء قانونية بيان النائب العام بغير المناسب لافتقاره شروط الضبط القضائي لدى المواطن العادي. ما ينفعش إن أنا قانون السلطة الضبطية القضائية وأقول إن أنا بديها لكل الناس، ما ينفعش، لأنها بتتطلب توفر شروط معينة ووصفات معينة في رجل الضبط القضائي. وهنا تباينت أصوات المواطنين أنفسهم. القرار ده قرار صح وسليم عشان يسيطروا سيطرة تامة على الأمن العام في البلد، البلد بقت فوضى. الأمن اللي يمسك، لكن المواطن ما ينفعش. وجدت دعوة النائب العام المصري للمواطنين بممارسة السلطة الضبطية القضائية استنكاراً واسعاً لدى المعارضة بينما اختلف رأي الشارع حولها، إلا أن كثيرين يقولون إن الإضراب الواسع في صفوف الشرطة خلق حالة من الفراغ الأمني في البلاد. فراغ أمني يبرئ الضباط المضربون أنفسهم منه ويلقون باللائمة على وزير الداخلية وسياساته. احنا بنعترض على سياسة إدارة وزارة الداخلية حاليا، والمطالب دي موجودة ومطالب مشتركة ما بيننا وبين الشعب. احنا مش عايزين صدام مع الشعب المصري خالص، دول اخواتنا واهلنا. اما وزير الداخلية فقد اكد على التزام رجال الامن واجبهم في حفظ النظام والامن العام، لكن محاولات طمأنته لا يبدو انها تجد صدى في نفوس المصريين التي باتت دائمة الترقب والقلق من تطورات الازمات المتلاحقة. رفيدة ياسين، سكاي نيوز عربية، القاهرة.